بعد سنوات من الانتظار يبدو أن مدونة الصحافة والنشر في طريقها لترى النور قريبا بعد مشاورات وأخذ ورد من كافة الفاعلين في المهنة، لكن بعض المنظمات المهتمة بحرية التعبير لا تخفي توجسها من بعض بنود هذا القانون. هناك في هذه التعديلات مس بسرية مصادر الأخبار بالنسبة للصحفي، وهذا يعارض القواعد الكونية للعمل المهني ويمس بمبدأ استقلالية الصحفي، انطلاقا من أن سرية المصادر هي مسألة مقدسة بالنسبة للعمل المهني. ومن أجل استيضاح أكثر لمشروع القانون الموعود نظمت مناظرة شارك فيها صحفيون ومسؤولون حكوميون، وخلالها تعهدت الحكومة أن يكون القانون في مستوى توقعات الصحفيين. الآن كاين مشروع إصلاح جذري، المنع ديال الصحف ما خصوش يبقى، الآن كنمنعوا ما يتعلق بالمواد الإباحية، المنع لأسباب سياسية توقف، وخلق القانون كيعطيه، الآن غادي أن المنع يكون بيد القضاء، سحب بطاقة الصحافة، غادي نربطوها بالقضاء، المنح بطاقة الصحافة والولوج المهنة، أي تربط بالمهنيين، وغير ذلك من الإصلاحات الجذرية، حرية الوصول للمعلومة، الآن في القانون غادي في الاتجاه ديال نصف الوقت نصف الاجل اللي كيتعطى للمواطنين هو اللي يتعطى للصحفيين. وبالنسبه للعقوبات الحبسيه فلم يعارض البعض ابقائها بشرط اصلاح حقيقي للعداله وتخصيص محاكم للبت في جرائم النشر. انا راه ما عندي مشكله مع العقوبات الحبسيه تكون في القانون، ولكن اعطيني قضاء مستقل. الا ما كانش القضاء مستقل، حنا دابا علاش هاربين من العقوبات الحبسيه في قانون الصحافه؟ ماشي باش نقولوا الصحافه فوق القانون، لا، تنقولوا راه هذاك القضاء راه هو غادي يبدا كيف جميع الجرائم الصحافه على انها ارهاب وغيديك للحبس. ويضم مشروع مدونة النشر 4 قوانين تتعلق بالصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني، وآخر خاص بالصحافة الإلكترونية وقانون ينظم المجلس الوطني للصحافة، ونصوص تتعلق بعملية النشر والتوزيع. جهود حثيثة لرفع أداء الصحافة وتوفير مناخ أكثر حرية، لكن التقارير الدولية الصادرة لحد الآن ما تزال تعتبر المغرب من الدول التي لا توجد فيها حرية كاملة للصحفيين. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.